عمية ضرب اللي باع سيارة الفراري. هلا الكتاب صغير ما بسيط يعني مش معقد، ممكن ينقرأ بأي وقت، وممكن مثلا يعني بتقرأ الصبح أو المساء بعد الشغل أو قبل الشغل، فإتس فاين ممكن ينقرأ بأي وقت. أنا بلشت أتعلق بالكتاب بآخر الصفحة الخامسة أو السادسة، لما بلشت ألاقي حالي أنا جزء من الكتاب، وأنا متأكدة إذا قريتوا الكتاب أكيد بمحل معين حتلاقوا حالكم جزء من الكتاب. خليني أعطيكم مثال. قبل ما أقرأ الكتاب أنا كنت مصدقة بنظرية محددة إنه أنا امرأة خارقة. يعني شو معناها امرأة خارقة بتعريفي؟ أنا بشتغل 12-13 ساعة باليوم، بشتغل 7 أيام، بعد الشغل بروح بعمل رياضة، بقرأ، بشوف أصحابي، بحكي مع أهلي، إنه أنا ممكن أنام بس 5 ساعات وباقي اليوم كله وقت مع أجري، وأنا كتير نشيطة. بعد ما قريت الكتاب حسيت أجتني إنذار، مكيكة إنه هيدا مش مزبوط، أنا ماني امرأة خارقة أبداً، ويمكن بس بفترة وقت إذا كفيت بهالطريقة العيش أنا ممكن أنهار، أنا ممكن يصير معي ديبريشن، وممكن أنا حتى أنه أتعب وما بقى قادر أكفي. فأول شيء ما ردت أصدق، بس قد ما كنت أدخل بتفاصيل أكثر قد ما كنت أشوف أنه لا، أنا حياتي عم تكون مش ملك حالي أكثر من هيك. سألت لحالي سؤال بدي أسألكم نفس السؤال، كم مرة إذا بتناموا عدد ساعات أكثر، مثلا بتناموا ساعة زيادة بتحسوا بتأنيب الضمير؟ كم مرة لما بتشتغلوا شوي أقل بتحسوا بتأنيب الضمير؟ كم مرة لما مثلا عندكم شغلة لازم تعملوها بتلغوها بتحسوا بتأنيب الضمير بس لأنكم تعبانين؟ بالخير نحن عم نفضل نعمل مسؤولياتنا ومشاكلنا وتعبنا على حساب راحتنا، فقدي فينا ما نرتاح؟ بدي أورجيكم شيء كتير بسيط بدون ما أحرق فكرة الكتاب. خلينا نجيب كاسة مي، أوكي كاسة مي فاضية ونجيب مي. هلا بالنسبة للكتاب عم بيقلنا أنه خلينا نتوقع أنه نحن المي هي أفكارنا ومشاكلنا وكل القصص اللي هي عم تشغلنا، والكاسة هي مخنا، أوكي، أو هي عقلنا. هلا نحن مفروض نكب الأفكار والمشاكل والقصص بعقلنا، أوكي، هيدا طاقتنا، هيدا الطاقة اللي نحن فينا نتحمله. بس نحن بنعمله بنجي منطلع من كت مي، عليها مثل ما نكت المي عندي بالأرض، عم بنكت الأفكار وعم تطلع برات إرادتنا، ونحن بهالحالة عم نضطر إنه نتعب وننهار وما نقدر نسيطر على كثير قصص. طيب إذا نحن هول هن أفكارنا أكثر من عقلنا أكثر من تحملنا، كيف فينا نسيطر عليهم؟ في شغلة كتير حلوة الكتاب عم ينصحنا نعمله، إنه نحن أكبر مشكلة عنا إياها لما منجي نعمل شيء بس بنفس الوقت نعمل شغلتين. يعني أنت لما عم تحكي مع أهلك وعم تسأل عنه أو بتحكي مع أولادك بنفس الوقت ما تبعت إيميل، خلص حط كل تركيزك إنك تحكي مع أهلك أو مع أولادك. خلينا نتوقع أنه طلع على عشاء مع أصحابك، أنت وقاعد على العشاء ما تطلع على الموبايل ومين نقل لك مين كتب لك، خلص عاد وتسلى بالعشاء وانبسط بالقعدة. انت رايح تعمل شوبينج، ما تعمل شوبينج وفي صندوق بايدك بين عم تاكل بين عم تتفرج، لا، او استمتع الشوبينج او اطلع واستمتع اللقمة اللي عم تاكلها، حس طعمتها، شوف الخبزة. فأهم شيء انه نحن بنفس بذات الوقت ما نفكر مليون شغلة، نفكر شغلة واحدة ونعيشها. هلا في اذا حناخد خطوات، يعني حنبلش نعمل على حياتنا، نجهز حالنا انه نحن شوي نتخلص من هالتفكير الزايد المتواصل، اكثر شيء عم بينصح الكتاب نعمله انه نحط اهداف صغيره وقصيره. يعني مثلا كثير من اوقات نحن بنجي نقول انه هالسنه بدي اسافر وبدي اغير شغلي وبدي اكفي تعليمي وبدي اشتري سياره. هول اوريدي انت حملت على عقلك 4 شغلات ثقيله وبشكل متواصل انت عم بتفكر كيف بدي اكفي تعليمي، قدمت على الشغل، كيف بدي اشتري سياره. لا، نحط اهداف قصيره، يعني وحده ولفتره قصيره. مثال انه انا من هون لست اشهر بدي اغير شغلي، فاوكي بحضر حالي لمقابلات، ببعث السي في، بجيب كل طاقتي وتفكيري وتركيزي بنحط على شغله واحده. بعد 6 اشهر مثلا بفكر اكمل دراستي. فلما نحط اهداف صغيره بيكون مشاكلنا وتفكيرنا اقل، وهي واحدة من الاسباب اللي احنا مثلا ممكن بنص الليل نفيق عم نفكر بشغله او ما فينا نقدر ننام لانه عندنا تفكير
بشكل متواصل عن نفس الشغلات. واذا انت كنتي ما بتشتغلي ربه منزل ما فيك تجي تقولي انه انا اوكي ما عندي مشاكل ما عندي قصص ما عندي شغل ما عندي مدير. لا، انتوا كمان بتشغلوا حالكم ستات البيوت، شو بدي اطبخ اليوم، شو بدي اطبخ بكره، امتى بدي اكوي، امتى بدي انظف. لا، هلا عندك ساعه، بهالساعه بدك تطبخي، هي هي، ما تفكري بمليون شغله بنص ساعه. خففوا تفكيركم، اتركوا الكون هو يتصرف، ريحوا حالكم، تموا امنين، وقعدوا ببيوتكم لفتره كورونا، وقروا.